حلقة النهاردة هنتكلم عن اللبس المحتشم من غير أي ملل وفي نفس الوقت يكون موضة جدا جدا، وهنتكلم كمان مع مصمم الشنط أحمد عزام اللي من أكتر الناس اللي مسيطرين في الصناعة دي، وعلى فكرة دي صناعة صعبة جدا، وهيكون معنا كالعادة قصة أنا واثقة إن هي هتعجبكم، قصة جديدة جدا. يلا بقى نروح نشوف ونبتدي حلقتنا. النهاردة هنتكلم عن موضوع أنا واثقة إن في ناس كتير جدا هتهتم بيه، هنتكلم عن المودست فاشن أو بمعنى أصح الموضة المحتشمة. ناس كتير جدا بتحب إن هي تلبس لبس محتشم، ودي حاجة حلوة جدا طبعا، وده بيتناسب مع ثقافتنا كمصريين وكعرب، وطبعا في بلاد تانية كتير بتحب إن هي تلبس المودست فاشن، لكن النهاردة بقى هكلمكم عن طرق مختلفة ممكن نلبس فيها مودست فاشن للمحجبات أو لغير المحجبات كمان. أول حاجة بتيجي في بالنا لما نتكلم عن المودست فاشن بيكون اللون الأسود، بس كده يلا نلبس أسود. ليه يا جماعة؟ مش لازم. في ناس كتير جدا وديزاينرز كتير ورتنا ان احنا ممكن نبقى محتشمين لكن ممكن نلبس حاجات بره الصندوق. هنلبس حاجات لذيذه، هنلبس حاجات واسعه، هنلبس زي بنطلونات او جوبات واسعه، هنلبس حاجات اوفر سايزد مثلا، كل ده بيبقى حلو جدا، زي مثلا البدل الاوفر سايزد. يا سلام انا ما بصدق، واخدين بالكم برضو الجاكيت دي تحسوها ايه كبيره عليا نمرتين ثلاثه، اهي هي دي الموضه، محتشمه لايقه علينا ماشيه معانا وموضه جدا. ليه لا بقى؟ فممكن نلبس ألوان كتير من البدل الأوفر سايز، في ألوان هادية وألوان لذيذة زي مثلا النجمة أليشيا كيز، خطيرة البدلة دي عليها، بدلة سودة وحلوة وتقليدية، وزي ما انتوا شايفين هي عاملة شعرها برضو بريد طويلة ضفيرة زي ما كنت بكلمكم في حلقات قبل كده، دي حاجة موضة برضو، كل ده بيبقى حلو لايق عليها وبيليق على كل الناس وبرضو مودست فاشن. برضو لو تاخدوا بالكوا أليشيا كيز بتحب ان هي تلبس إشاربات كده حرير ملونة، ده يليق على اي حد، هي اصلا مش محجبه بس ايه يليق عليها ويليق على غيرها. دي بقى افكار كده حلوه ولذيذه ممكن ناخدها برضو من فنانين كتير لما بنشوفهم لابسين الحاجات دي وبتبقى حلوه جدا. ومن الحاجات التانية اللي كانت حلوه جدا على أليشيا كيز كان الفستان ده، فستان حلو لذيذ محتشم، حتى كيب فوق راسها، عامله بالانس كده ما بين اللبس المودرن قوي واللبس اللي ممكن كنا نبقى بنشوفه زمان، عامله حاجه كده ميكس لايق عليها وليق على ناس كتير جدا. اهو ده بقى مفيش اتنين هيختلفوا عليه، حلو محتشم وفي فكره لذيذه برضو. هنتكلم بقى دلوقتي عن فيكتوريا بيكهام، هي طبعا طول عمرها فاشن ايكون، ودلوقتي كمان او مش دلوقتي يعني بقالها كتير طبعا عندها فاشن لاين بتاعها وبتعمل حاجات حلوه قوي، وعلى فكره لو ركزتوا هتلاقوا كتير من حاجاتها محتشمه برضو وتلاقي ناس كتير. يعني بصوا مثلا الفستان الرمادي ده حلو جدا، الفكره فيه في ايه يا جماعه؟ الفكره في القماشه، الفكره في النفشه اللي فيه، القماشه لو ركزتوا قوي كده تحسوها كده فيها مربعات اكنها كابيتوني سنه، بس ماسك نفسه كده بطريقه معينه مع القصه برضو اللي نازله من تحت، حلو قوي وليق على كل الناس. في برضو الفستان ده كمان الاخضر، خطير الفستان ده بقى يليق على ناس كتير. اللي عجبني فيه لو تاخدوا بالكوا ان هي لابسه معاه بوت احمر، حلو قوي، وعلى فكره دي حاجه ما تجيش على بال ناس كتير ان احنا اخضر، ما هو الفستان اوريدي ستيتمنت وبرضو البوت لونها ستيتمنت، ممكن نحط تو ستيتمنتس على بعض، بس هي عملت ايه عشان ده يبقى حلو؟ خلت الميك اب هادي جدا ولمت شعرها. ما برضو يا جماعه لو الفستان ده باللون ده والبوت باللون ده وفي الاخر نيجي بقى عاملين شعرنا بقى ايه كيرلي بقى وحركات كده لذيذه، مش هيليق على الفستان ده، وحطينا بقى الميك اب بتاعنا حركات بقى في العينين وروج لون فاقع، ده ممكن يبقى حلو لوحده بس مش مع اللبس ده. فلازم دايما نتعود احنا لما نعمل ستايلنج ناخد بالنا برضو من التفاصيل دي. وهنروح بعيد ليه؟ عندنا ديزاينرز كتير في مصر عندهم حاجات حلوه جدا وموضه جدا ومحتشمه كمان. يعني بصوا مثلا الكارجو بانس الخطير ده من عند نساء، حلو جدا، فكرته لذيذه وعلى فكره موضه قوي بكل الوانه، البيج طبعا زي ما احنا شايفينه، لكن موضه جدا في الاسود في الرمادي جراي، يعني الناس كلها بتلبسه وحلو قوي وفي نفس الوقت موجود عندنا في مصر. طب ليه لا؟ عندنا مثلا كمان ثياب عملوا حاجه لذيذه قوي، الساته مثلا، انا من الناس اللي بحب الساتس جدا. ليه؟ مفيش مجهود كبير الواحد هيعمله في الستايلنج، يعني بيبقى الطقم كده جاهز على بعضه، فمريح، مريح من ناحيه ان هو فعلا مريح وفي نفس الوقت بيريحنا ذهنيا كمان، ان نقعد نفكر طب البلوفر ده هلبس عليه، البلوزه دي هعمل فيها ايه، البنطلون ده ايه، هو جاهز على بعض كده 100 100.
براند تاني مصري لذيذ جدا اسمه أنثى. البراند ده عندهم حاجات كتير حلوة برضو تنفع مودست فاشن، زي مثلا الجاكيت ده خطير، كاروهات ولذيذ وفي فكرة، محتشم زي ما قلنا. بس اللي عجبني برضو في الصورة دي ان الستايلنج اللي معمول حلو، يعني لو تاخدوا بالكم لابسة نظارة لذيذة، لابسة بوتس حلوة قوي. يا جماعة حاجات بسيطة بس بجد بتفرق. بس مش دايما بصراحة كل حاجة بتتلبس بره الصندوق بتطلع حلو، احنا لازم نركز برضو يا جماعة. يعني مثلا الصورة دي للموديل ما حسيتهاش كده لايقه على بعض، يعني لما نبص للاشارب والنضاره حلوين مع بعض، انا متخيله الاشارب والنضاره دول مع طقم تاني سيمبل اكتر هيبقى حلو جدا، وساعتها هتستاند اوت يعني هتبان كده. بس الاشارب ده مع النضاره مع البلوفر ده مع السكيرت اللي بتلمع دي او الحرير يعني دي، مع كمان الشراب مع الصندل، يعني احنا هنا عاملين مجهود زياده عن اللزوم. ما ده بقى اسمه اوفر ستايلنج. الاوفر ستايلنج ده مش مطلوب، احنا عايزين نعمل ستايلنج حلو يليق علينا ويليق على ان احنا لما نبص له نحس ان الله حلو، مش ايه اللي هي عاملاه في نفسها ده، فاهمين قصدي؟ ففي حاجات معينه في الطقم ده لو اتلبست لوحدها مع حاجات تانية اهدى هتبقى حلو، بس كل ده مع بعض ما اعتقدش ان هي احسن فكره. فخلينا على طول دايما نفكر بره الصندوق بس مش بره قوي كده. ودلوقتي خلونا نروح نشوف ايه القصه اللي عندنا النهارده. راودس أو راودة محمد بنت صومالية هاجرت مع عائلتها من وهي صغيرة للنرويج، واشتهرت جدا في الفترة اللي فاتت في عالم الموضة بسبب ستايلها المختلف وتشجيعها للموضة المحتشمة اللي ممكن جدا تكون ترندي أكتر من أي ستايل تاني لو في ابتكار في الستايلينج. الغريب بقى إن راودة ابتدت حياتها العملية في مجال الرعاية الصحية لأطفال التوحد، وبعد كده اتجهت للموديلينج خصوصاً بعد ما دعوها لحضور أسبوع الموضة في أصله في سنة 2019، وتعاونت مع براندز عالمية كتير زي براند بوس مثلاً. راودة كانت عايشة في النرويج ونجت من التنمر اللي كانت بتتعرض له في طفولتها في النرويج. بنت مراهقة سمرة محجبة في النرويج أكيد يعني ما كانتش حاجة سهلة عليها برضه، وتمر السنين وتبقى راودة أول صومالية محجبة تشتغل كمحررة تحرير لمجلة فوج الإسكتلندية. شفتوا بقى الزمن؟ وبالصدفة دخلت بعدها عالم السوشيال ميديا، وده فتح لها الباب بقى إن هي تكون موديل، وساعت وحافظت دايماً إن هي تكون ليها صوت مسموع. راودس دي حكاية في عالم الموضة، ودايماً بتحب إنها تناضل لحقوق الستات، ومش هننسى أبداً حملة Hands Off My Hijab اللي كتبتها على إيدها وصورت نفسها على الإنستجرام، والصورة والهاشتاج انتشروا في كل العالم تشجيعاً بأن كل ست حرة تلبس حجابها في أي مكان في العالم كله. الموضة عالم كبير والطريق بيغير مفاهيم كتير، ومش أي حد قد الصناعة دي بجد، دي صناعة للجدين فقط. بس لما نلاقي حد مصري عنده بصمة وعنده ستايل معين، وأول ما نشوف الشنطة بتاعته بتبقى حب من أول نظرة. أحمد عزام مصمم الشنط وعنده براند اسمه زام، بيعمل كل حاجة، بيصنع الشنطة من أول الجلود والألوان لحد موتيفات الشنطة، من الحاجات الناس كلها تبقى مبهورة بيها. هو معانا النهاردة وحيكلمنا عن كل تفاصيل التصنيع وعن الشنط المميزة بتاعته. أحمد إزيك؟ إزيك يا شيرين؟ أخبارك إيه؟ كله كويس، ميرسي على المقدمة الجميلة دي. لا على ايه، دي الحقيقة والله. انت طبعا من اول الناس اللي ابتديت في انك تصنع شنط في مصر، من اكتر الناس اللي شنطك مختلفة، محدش عارف يقلدك، يعني اللي بيحاولوا كتير بس محدش عارف ان هو فعلا يعمل نفس الخطوات بتاعتك ويجيب نفس الستايل بتاعك. وانت بقالك دلوقتي ما شاء الله ايه 10 سنين، كنت لسه بتحتفلوا ب 10 سنين. 10 سنين دي حاجه طبعا كبيره جدا في مصر، بقى عندنا براند ثابت ومعروف ومشهور ويقعد كل المده دي وبينجح كل سنه اكتر من الثانيه. ففي الاول عايزه اقول لك مبروك على ده. ميرسي يا شيرين والله. وكنت عايزه اكلمك بقى كمان على الشنطه اللي انا عارفه اللي هي شنطه من الشنط السيجنتشر بتاعتك اللي هي البولي روك. الشنطه دي انت قررت ان انت ترجعها بقى تاني، احكي لي بقى ايه الموضوع ده. وبرضو عارفه انك عندك تعاون مع شركه مهمه كبيره برضو بخصوص الشنطه دي، فاحكي لي اكتر. ده حقيقي.
انا بس عايز اقول لك على حاجه، اعلق على اللي انت بتقوليه، انه مهم جدا اي براند بتبتدي لازم يبقى عندها ايدنتيتي واضحه صريحه بتحدد هويه البراند دي. صح. مع مرور السنين، مع مرور الوقت، الترندز بتتغير، بس الفكره كلها انه هويه البراند لازم تبقى واضحه وصريحه صح. وثابته، لان الايدنتيتي هي دي بالظبط، لان بالظبط. هو ده اللي بيفرق براند من براند تانية. نرجع بقى للسيجنتشر باج او ايوه الشنطه اللي هي مميزه. انا لما ابتديت في 2012 كنت دايما حابب انه يبقى معروف ان البراند دي براند مصريه، فكنت اكتر حاجه بتميز البلد هي ايه؟ الاهرامات. طبعا. فكان ازاي بالنسبه لي تشالنج ازاي ان انا اعمل شنطه على شكل الهرم وفي نفس الوقت تبقى شنطه تبقي عايزه تمسكيها، ما تبقاش حاجه شكلها بالظبط سوفينير او كليشيه او انه بالظبط بالظبط. لا واكيد تفاصيل تصنيعها صعبه جدا، مش سهله يعني. كانت بروسس طويله جدا طبعا في الاول لحد ما وصلنا لشكل الشنطه. شكلها بيتغير مع الوقت، ان دايما بحاول انه اقدم فيها حاجه جديده كل سنه او كل سنه ونص على حسب، بس انه في الاخر هي شكلها شكل الهرم، بس مره هتبقى كلاتش، مره هتبقى شولدر باج، مره هتبقى بتشين، ف بتتغير تاتشات مع كده الوقت بسيطة وحركات بسيطة بالظبط، بس بس بتتغير الكونسيبت شوية. بتاعها واضح. هي الاول كانت كلها جلد، بعدين ابتديت شويه ادخل عليها النحاس. احنا معظم الاشكال بتاعت الشنط هتلاقيها جيومتريك شويه، ايوه انا اشكال حاسه ان انت هندسيه كنت عايز تطلع، يعني رغم انك درست بيزنس كنت عايز تطلع مهندس معماري، يعني حاسه ان الحاجات دي بتفرق قوي معاك وان انت انسبايرد بالمعمار عامة. ده حقيقي، وانا بتشد دايما عيني اي حاجه ستراكتشرد، اي حاجه شكلها يعني ادجي، شكلها مختلف شويه، شكلها اشكال هندسيه، الحاجات القديمه، كل الكلام ده بيشدني جدا، وبحاول ان انا ادخله على قد ما اقدر في الديزاين. وانا اي بليف انه ان فاشن واركتكتشر الاثنين ريليتد ببعض، وده مش انا بس، يعني ديزاينرز كتيره قوي هتلاقي ان هم دايما انسبايرد بحاجات هندسيه او اشكال هندسيه. ايوه صح. فكان هو ده، بس كان زياده عندي اللي هو انا بحب الحاجات القديمه جدا، انا بحب اي حاجه كلاسيك، اي حاجه فينتج، فازاي ان انا اقدر ادخل ده مع ده مع ده واطلع حاجه واحده في الاخر. وغالبا هو ده اصلا هتلاقي اسم الشنطه بولي روك، هو نصه اسم هندسي، النص التاني الباروك ارت، فبحاول ان انا دايما اميكس الحاجات دي كلها مع بعض. هاي الحلو جدا. انا عارفه كمان ان انت عندك برودكشن هاوس، انت مش بس بتصمم لنفسك وبتعمل كل تفاصيل الشنطه من الابره للصاروخ زي ما بيقولوا، لكن انت بتساعد ديزاينرز تانيين، مصممين شنط تانيين لسه بيبتدوا، ان انت تنفذ لهم التصميمات اللي في بالهم كمان. ده حقيقي، احنا ابتدينا برودكشن هاوس من حوالي 7 أو 8 سنين. ما كانش في الاول في دماغي ان انا هصنع لحد تاني غير لزام، كان الهدف منه انه في الاخر ازاي اوصل لجودة عالية جدا للشنطة بصناعة مصرية. فكان ده اول هدف، لقيت ان انا مش هعرف احقق ده غير لما يبقى عندي المكان التصنيع الخاص بيا. طب وكان كمان انا بحب اجرب جدا، يعني هتلاقي دايما بدخل حاجات مختلفه مع بعض. يعني 2014 عملنا كولابوريشن مع حد من اسامي مصانع الكريستال الكبيره جدا في مصر وبره مصر، النحاس دخلناه في الشنط. الشنط نفسها اصلا شكلها غريب، يعني انا اول ما ابتديت كانت الناس بتيجي تقول لي يا علب الجزم اللي انت عاملها دي، ما حدش فاهم ليه الشنطه شكلها ستراكتشرد، شكلها شبه البوكس، شكلها هارد شيب. الناس كانت فاكره كلها الشنط اللي هي اي شكل شنطه عاديه، الشنطة شنطه سوفت التقليدية. بالظبط. بالذات انت بقيت من 10 سنين، كانت الناس لسه برضو مش متعودة على الافكار اللي بره الصندوق، مش متعودة تشوف مصريين كتير بيعملوا حاجات مختلفة او حاجات جديدة. كنا لسه برضو بنتابع الموضة العالمية، لكن مش متعودين قوي على الحاجات المختلفة، ما كانش لسه عندنا الجرأة ده ان احنا يلا نعمل اللي احنا عايزينه. فانت كنت من اول الناس اللي قلت لا يلا نختلف، يلا نعمل حاجة مختلفة ويبقى شكلنا مش تقليدي زي بقية الناس. ده حقيقي،
انا لما ابتديت انا يعني على قد ما انا فاكر ما كانش في انستغرام في مصر وقتها، ما كانش في لسه انفلونسرز قوي ولا بلوجرز السوشيال ميديا دي الواحد يعمل ليها دعايه كانت حاجه مش في بالظبط. البال اصلا. فانا حتى فاكر اللونش ايفنت بتاع زام، انا عزمت ماجازينز يعني اللي هو مجله جت الشهر اللي بعده احنا بنشوف الايفنت اصلا، ما كانش فيه ياه بعدها مليون سنه على ما لسه نقول ايه الشهر اللي فات ده اتعمل دلوقتي بالظبط انت الحدث بيحصل اون بعدها ذا سبوت في خلاص لحظتها الناس لايف كمان مش هقول لك بعدها بالظبط. الناس تبقى لايف يعني. اللي خلى الموضوع يسمع من اول سنه او من اول كولكشن اكشلي نزلته انه الحاجه كانت شكلها غريبه ومختلفه وحاجه الناس ما كانتش متعوده عليها، اللي حبها من الاول واللي حتى كان بينتقدها في الاول انه حاجه كانت غريبه بالنسبه لهم، شكل غريب، خامات غريبه، بتدخل خامات مختلفه جدا مع استعمال الشنطه العاديه اللي الناس كانت متعوده عليها. كل ده فادني، فده رجعني لنقطة انه انا لازم يبقى عندي مكان التصنيع الخاص بيا، لان انا مش هقدر ان انا اشتغل مثلا مع ورش او مصانع او حاجة مش فاهمين انا بقول ايه، صح، وما عندوش الوقت ان هو عايز لسه يجرب اللي انا بقوله ونلاقيها لا مش نافعة فنجربها بطريقة تانية. فخدت القرار من 7 سنين او 8 سنين ان انا افتح البرودكشن هاوس الخاص بيا. بعدها بشوية في حد عمل اوردر من اكبر الناس اللي بتوع جلود في مصر، ولقيته بيكلمني بعدها قال لي احنا عندنا خط انتاج للشنط هاي اند شويه وعايزينك انت تمسكه. وقتها كنت رافض الموضوع شويه في الاول، بعدين قعدت افكر فيها انه ليه لا؟ انا عديت اخد مني 3 سنين او 4 سنين لحد ما عرفت ان انا اوصل لكواليتي معينه كنت عايز احققها، ليه ما اثرش الموضوع ده على حد تاني بعدي؟ صح. وابتديت معاهم، وبعدها الموضوع ابتدى بقى انه ديزاينرز كتيرة بتتكلم عايزينك تصنع لنا، عايزينك تبتدي تمسك لنا البرودكشن بتاعنا. ولقيت الموضوع تشالنجينج جدا بالنسبة لي ان انا مش بس بشتغل بدماغي، انا بشتغل بدماغ 10 15 ديزاينر تانيين. صح، وده بيفتح لك انت برضو افكار في بالك جدا. ليك انت نفسك لزام يعني اكيد طبعا مش تاخد افكارهم، بس انا قصدي ايه، واحد كل ما يتكلم مع ناس تانية في نفس المهنه عندهم نفس الخبره عندهم نفس الصعوبات وعندهم نفس النجاحات، فبالتالي ده بيخليك انت برضو بيحمسك اكتر برضو انت في شغلك جدا. و انا مسميه دايما المطبخ او اللي ورا اللي الناس أيوة. شايفاه. انا بنشتغل خامات مختلفه مش بس جلد طبيعي، في ناس بتستعمل ريسايكل ماتيريال، في ناس بتستعمل قماش، في ناس بتعمل اصلا شنط، بتعمل جولري كيسز، هوم اكسسوارز كلها بالجلد حاجات. فدايما بتديني خبره انا اكتر في المجال اللي انا بشتغل فيه وحبه. لا احمد بس انت ما شاء الله يعني مش بس ديزاينر معروف في مصر، انت كمان يعني وصلت للعالميه، انت مشرفنا بره برضو، انت بتعرض حاجتك برضو في محلات ومولات كبيره بره مصر زي في دبي وفي ابو ظبي وفي كوريا، مش بقر والله ولا حاجه بس فعلا مشرفنا بره مصر كمان، فانت قدرت توصل للعالميه كمان وبتتعاون كمان مع براندز عالميه، ودي بقى محتاجين نتكلم فيها زي ديار مثلا. من الحاجات اللي انا مبسوط بيها جدا انه لما بقى عندنا اور اون برودكشن هاوس فتحت لنا شغل كتير قوي، مش بس ان احنا بنعمله دايركتلي معانا، لا كمان مع ديزاينرز تانيين اللي بنصنع لهم. منهم براند مصري اللي هم ريفورم ستوديو، معروفين طبعا بالظبط، هم كل حاجاتهم معموله بريسايكل ماتيريال بالظبط، بيحبوا هم يعملوا كل حاجه باعاده التدوير، ودي حاجه بالزبط. مهمه جدا برضو ان يبقى عندنا براند كونشس او عنده الوعي الكافي ان هو يعمل برضو حاجه مهمه زي دي بالظبط. فلما كان في الفاشن شو بتاع ديور في مصر هم كانوا حابين يعملوا حاجه بحاجه ليها علاقه بسستينابيلتي او اعاده التدوير او الكلام ده كله، ف راحوا الريفورم ستوديو وطلبوا منهم ان هم يعملوا سورت اوف كولابوريشن، وعشان انا بصنع لريفورم كل يعني لاين الشنط بتاعهم انا غالبا انا اللي ابتديته لهم اصلا فعلا. فجم لي ووصلنا للديزاين معين يعني ونفذناه وانتجناه، والحاجه اللي كنت انا فخور بيها جدا انه لما بعتنا السامبلز بره ما كانش في كومنت واحد ولا على فابريك مستعملينه ولا على فينيشنج ولا على جلد ولا برينتنج ولا اي حاجه، يعني فعلا حاجه وصلت لهم وساعتها كانوا مبسوطين جدا بيها وما حسوش ان هم عايزين يغيروا اي حاجه في التفاصيل بالظبط. هو كمان كان في كذا جزء، الجزء اللي احنا كنا شغالين عليه ده كان للناس اللي جايه من بره مصر اصلا، السليبرتيز والانفلونسرز اللي جايين من بره مصر، فدي كانت حاجه حلوه قوي. الديل طبعا كله اصلا على بعضه
بالاوبريشن بتاعته، بالضغط الضغطه بتاعته، اكسبيرينس كانت مختلفه تماما طبعاً علينا. غير ديار مثلا، يعني ديار من الحاجات اللي نتوقع ان انت تقدر ان انت توصل لها وتتعاون معاها، لكن في براندز تانية ما تجيش على بال الواحد خالص، يعني جوجل مثلا وبراندز تانية كتير. انا وقفت قدام الاسامي بقول ازاي، يعني احكي لي بقى البراندز التانية بتتعاون معاها زي جوجل، ايه وجه التعاون، بتعملوا ايه مثلا، يعني عملت لهم ايه؟ هو انا دايما بحس في البرودكشن هاوس انه لازم تفكر شويه بره الصندوق، يعني على حسب كمان السيزون بيفرق جدا. جوجل كنا اشتغلنا معاهم على كامبين كان وقت صيف، فعملنا لهم بيتش باكس شويه، كان لونش بتاع حاجه، فكانت هي دي الشنط بتاعتهم اللي عملناها لهم في الوقت ده. اشتغلنا مع حد زي نتفليكس، كان على اول شو مصري يعملوه على نتفليكس، كنا احنا كان في شنطه معينه هي قصه الشو المسلسل. كله بالظبط المسلسل، فعملناها تبقى هي دي الانفيتيشن اللي تروح للممثلين في مصر. هي الحلوه الفكره دي، فكره لذيذه برضو، فكره لذيذه. واشتغلنا في حاجات تانية بره الشنط كمان اللي ليها علاقه، احنا دايما البيتش كولكشن بيبقى فيه شويه كفر ابس، سكارفز، حاجات اكسسوارز، فاشتغلنا كمان مع كذا حاجه كوربريت ديلز على الحته دي. شفنا كمان شنطة زام في نيويورك مع نيكي دمار، وأنا حست عامة برضو أنت بتحب ترجع للكولكشنز القديمة بتاعتك وتطورها تاني، يعني مثلا كولكشن بتاع Age of Magnificence ده كولكشن خطير، وكنت عملت تعاون مع موديل فرنسية برضو. عايزاك تحكي لي أكتر عن الكولكشن ده تحديدا، وإيه اللي بيخليك كل شوية تقرر أنت ترجع من حاجتك أنت. الكولكشن ده فعلا من أهم الوقفات أو الحاجات اللي أنا عملتها، أنه ما كنتش متخيل وقتها انه الناس هتتقبل قوي، انه كمان كان الشنط ما كانتش كلها سواري او شنط صغيره، لا كان في شنطه انك تخرجي بيها الصبح تروحي الشغل بيها بالظبط، وعليها موتيف نحاس كبيره جدا، فما كنتش متخيل الناس هتتقبل وتحب حاجه زي دي. فدايما بحاول يعني كل ما اجي ابعد عنه غصب عني في حاجه بتشدني ليه ترجع له تاني، احاول ان انا اجدد حاجه فيه او انزلها بطريقه مختلفه او اجدد فيها حاجه او الكلام ده كله. انت قلت حاجه مهمه دلوقتي، انت قلت ما كنتش متخيل ان الناس هتتقبل الشنطه، وبرغم كده نزلتها. ده معناه ايه؟ انت بتمشي بدماغك. ده معناه خلاص الناس هيعجبها مش هيعجبها، انت عايز تعمل اللي انت شخصيا شايفه صح. شيرين، انا اول ما ابتديت انا ما كنتش بتابع اي ترند، وده كان مهم جدا بالنسبه لي اول كام سنه، انه بتابع الترندز وكل حاجه بس مش بتاثر عليا في الاخر الكولكشن هيطلع عامل ازاي. وحتى درجات الالوان انا كان عندي من اول لما ابتدينا درجات اللون نفسه كان في الوان معينه انا بعمل درجه اللون نفسه بتاع الجلد، والحمد لله الناس كانت بتحبها وتتقبلها، ومع مرور الوقت بقى في ثقه معينه كده اللي هو خلاص هتنزل حاجه الناس هتحبها. صح، الحمد لله. صح الحمد لله. لا الناس بتمشي وراك دايما، وعارفه ان الشنطه دي حتى لو بيستغربوها في الاول بس عارفين هم لو لبسوها ومسكوها هيجي لهم كومنتس كتير من صحابهم، الله حلوه مختلفه. وناس دلوقتي بقت عايزه برضو ان هي تلبس حاجه بره الصندوق، فحلو قوي ده. بس احمد، انا لاحظت برضو ان في فنانين كتير جدا بيلبسوا من شنطك ومن شنط برضو مصممين ازياء مصريين تانيين، ايه اللي تفتكر السر ورا النجاح ده؟ بمعنى ايه، هل تفتكر ان العلاقات العامه هي اللي بتخلي الواحد يقدر يوصل بقى للفنانين، وهي اللي بتخلي علاقته حلوه بيهم ويلبسوا شنطه وكده، ولا ايه؟ يعني البي ار هل هو احد اسباب النجاح ده، ولا انت شايف ايه؟ طبعا العلاقات العامه مهمه جدا ومفيده جدا، بس تاني انا لو انت مش بتقدمي حاجه مختلفه واصحابك فنانين والكلام ده كله هيلبسوها مره مرتين بس، ما حدش هيطلع في الاخر يلبسها كتير، مش حدش هيعمل حاجه مثلا طلع شكله مش كويس. صح، لو فعلا البرودكت نفسه مش حلو فهو هما الاثنين مع بعض، هما الاثنين لازم يمشوا مع بعض. صح، لازم تبقي انت عندك حاجه مختلفه، ولازم يبقى في نفس الوقت البي ار ده جزء مهم جدا من اي طبعا اي حد بيبتدي كستارت اب او فاشن او حاجه، هو كله بي ار في الاخر يعني. بس لازم يبقى تاني البرودكت نفسه برودكت حلو فعلا في حاجه مختلفه. طب ايه الصعوبات اللي المصممين الشنط الجداد اللي لسه بيبتدوا بيواجهوها في الاول؟ انا بشوف انه تاني اهم حاجه، ودي من زمان انا بقولها، ان انت لو ما عندكش ايدنتيتي واضحه للبراند انت الدنيا بتبوظ. هتنزل كولكشن دلوقتي شفت حاجات عجبك اونلاين هتعملها هتنزلها، الكولكشن اللي بعده هيبقى ملوش اي علاقه بالكولكشن اللي قبله، مفيش حاجه فيهم بتربطهم ببعض، مفيش حاجه فيهم هتربط الشخص اللي هيشتري منك لما يشوفها يقول دي البراند بتاعتك. صح، فدي دايما اهم حاجه. تاني حاجه انه الواحد دايما يبقى متفتح ان هو يجرب حاجات جديده وما يخافش انه يجرب حاجات جديده، وانه على طول يطور من نفسه، وانه حتى لو تابع الترند
لازم ياخد الترند ده بالحته اللي هتنفعه فيه، صح، ويشكله على الحاجه اللي هتنفعه فيه، صح. ومن الحاجات اللي دايما يعني مش شرط اللي انا احطه دايما، انا عندي برودكشن هاوس، حد عايز يجي يصنع، لو حد جه قال لي والله انا عايز اخد الشنطه من دي على الشنطه من دي على دي، ما بعملهاش. انا بساعد ديزاينرز يطلعوا يبقوا ديزاينرز تفرق في الماركت، ويبقى كلنا بنعمل حاجه بننفع بعض. يعني حد زي ريفورم ستوديو في الاول لما جم صنعوا عندي، في الاخر لما جالهم حاجه زي ديور انا في الاخر صنعتها بالظبط. فهي اندستري واحده مفيد لينا كلنا ان يبقى في ناس اقوياء فيها، عشان كلنا هنقوم في الاخر، كلنا صح. هنسمع صح. بطريقه معينه، ده هيفيد ده هيفيد ده، صح. انا جربت استعمل حاجه جديده هتشوفيها، هتجربي تستعملي حاجه تانيه، فهي دايره وكله بينفع فيها بعض، صح. بس تاني اهم حاجه ان كل واحد يبقى مركز في شغله، براند ايدنتيتي واضحه، صح. عندك حق. لو هتوصف البيزنس بتاعك في 3 كلمات توصفه بايه؟ 3 بس. اوكي. انا دايما بقول انا اول حاجه بعملها انا بعمل ارت، انا مش بعمل برودكت انه تشتري من اي محل، فدي اول حاجه. تاني حاجه انها حاجه اوريجينال، ديزاينز مش هتشوفيها غالبا في اي حته كتيره او في اي حته. تالت حاجه انها تايملس، يعني تنفع صح كل اوقات، يعني انا بلاقي ناس من 10 سنين جايبين شنط لسه بيلبسوها لحد النهارده، دي حقيقه. فمفيش يعني مش بعمل حاجة ان هي تلبسيها دلوقتي وتخلص وتروح وخلاص. عندك حق طبعا، 100%. احمد طبعا انا مبسوطة جدا ان احنا قاعدين مع بعض القعدة دي. انا خلصت اسئلتي، بس انا عايز العب معاك بقى اللعبة المشهورة عندنا هنا في ستايل توك، عشان بي. اللعبة دي المرة دي خطيرة. يلا ايه رأيك؟ يلا. جاهز؟ اول سؤال، الفنانة العظيمة الجميلة مفيش حد ما بيحبهاش، شيريهان، شايفينها هنا دلوقتي في الصورة دي وهي لابسة فستان أحمر خطير. طبعا هي طول عمرها جميلة وكل حاجة بتلبسها عليها بتبقى خطيرة. انت لو كنت وقتها في التسعينات بتصمم الشنط بتاعتك وشفتها لابسة الفستان ده وكانت محتاجة شنطة اليوم ده، تقترح لها أنهي شنطة بالكولكشن بتاعك؟ أنا دي الكولكشن كله ده طبعا. ممكن ال ال يعني انا حاسس عليه هيبقى حلو ال البريما هيكسجن كلتش، اللي هو هيكسجن شيب شويه كلتش بالفلاب النحاس اللي كله باروك ارت، هتليق قوي مع الفستان ده. كل حاجه تليق عليها بالظبط. مين اللي ما بيحبش فاطمه؟ فاكر المسلسل ده؟ كنت صغير شويه. لا فاكره طبعا. طيب طبعا الفنانه شيرين سيف النصر كانت من برضو من الايكونز في التسعينات، زي ما انت شايفها في الصوره دي بالاكسسوارز اللي هي لابساها بشعرها بلزازتها دي، تفتكر كانت ممكن تلبس ايه مع اللوك ده من الشنط بتاعتك؟ يعني احب اشوف عليه على اللوك ده السيجنتشر باج، البولي روك باج، هي بتحب حاجات ستيتمنت، يعني الجولري كبيره الكلام ده كله، فاحب اشوف عليها السيجنتشر باج. صح، هتليق فعلا مع اللوك ده جدا. الفنانه الجميله ليلى علوي طبعا كانت من الايكونز هي كمان، وهي في الصوره دي لابسه جامب سوت خطير ولبسته اكتر من مره زي ما انت شايف، لبسته مره زمان ومره من قريب. ده بقى لو انت بتهديها شنطه تهديها انهي واحده؟ انا بحاول افتكر هي اخدت انهي واحده، عشان هي في واحده عجبتها واخدتها فعلا. بس خلينا نشوف على الاوتفيت ده، حاسس ممكن نروح للهاكس جيم باج العاديه بقى. لانه هو الاوتفيت شويه مش حاجة إسوارية أو حاجة بتاعت بالليل، فهي ممكن تمشي الهاكسن باك، بتمشي الصبح أو بالليل. حلو قوي، تمشي هيل. مع الأوتفيت، فتليه مع الأوتفيت ده بالظبط. هايل. في أنهي لون؟ لا خليه لون أسود، ممكن يبقى الجلد نفسه فيه تكستشر معين أو حاجة مختلفة بالزبط. لأن هو الأوتفيت نفسه فيه ألوان، يعني فيه تفاصيل، فخليه يبقى شنطة تكون هادية بس برضه ستيتمنت في نفس طبعًا. الوقت. احمد عزام بجد بشكرك جدا ان انت كنت هنا معانا النهارده، يعني سعيده وفخوره اني شايفه فاشن ديزاينر مصري قدر ان هو يوصل للعالميه، ومشرفني في كل حته صراحه. ثانك يو شيرين، انا اللي بشكرك، ومش بس بشكرك على البرنامج، انا بشكرك انت، البلاتفورمز بتاعتك كلها دايما بتبقى مفتوحه لكل الديزاينرز، اي حد بيعمل حاجه فعلا كويسه عايز يبتدي البيزنس بتاعه دايما بتسبورت، دايما بتساعدي، دايما بتدي رايك بكل امانه وصراحه. فثانك يو ليكي، كمان مبسوط اني كنت معاك النهارده. ميرسي جدا يا احمد، ده شرف كبير جدا ليا. ميرسي. ثانك يو شيرين. خلصت حلقتنا النهارده، يا رب تكون عجبتكم، واستنونا في الحلقه اللي جايه. باي باي.